مبارك يوم الخميس 2 نوفمبر اليوم 27 على التوالي من الحرب على غزة. نحن الآن مستمرون في الميدان رغم كل الظروف الصعبة. الآن نحن في مدرسة بيت لاهيا با، نقوم الآن بتجهيز وجبات الطعام الساخنة على النار بسبب عدم وجود غاز الطهي في المطابخ الرسمية وعدم الإمكانيات في المطابخ نقوم بهذا الطبخ في عدد من المدارس في شمال قطاع غزة للنازحين من مخيم جباليا ومن حدود بيت لاهيا ومن حدود بيت حانون. على وجه الخصوص الآن نقوم بتجهيز هذا الطعام لهم، والوجبة الساخنة وهي طبق الأرز مع اللحمة على النار حتى نمكنهم ونعزز صمودهم في هذه الأرض المباركة.